سنة سوخة. أنا بشكركم، بشكركم كلكم، بشكركم لأنكم انتوا اللي خليتوني بديع نصبني، خليتوني الفنانة المشهورة، وده بحبكم وتشجيعكم ليا. كنت دايما ظلي في مشواري الطويل للفن، الفن اللي عملت المستحيل علشان أقدم لكم فيه كل اللي يسعدكم. اشتغلت كتير، اديتكم عمري، اديتكم فني، اديتكم صحتي، اشتغلت ليل ونهار من غير تعب من غير ملل، كل ده علشانكم. خبيت همومي في وسط سعادتكم وفي وسط فرحتكم وفي وسط الضحكة العالية اللي كانت بتلعلع وطالعة من القلب. أنا شايفة هنا فريد الأطرش وهو بيدندن على عوده بيغني أحلى الألحان، وتحية تحية بترقص ومبدعة، وحرية محمد وبشرى وكيل واسماعيل ياسين بخف الدم وعبد المطلب وبيبا وسامية جمال وناس كتير كتير كتير. بس خلاص المشوار انتهى والقطر قرب على محطة النهاية. أنا النهاردة بودعكم عشان النهاردة قررت الانتحار. أنا هسيب مصر، وخروجي من مصر معناه موتي، موت بديعة، بديعة مصاب. بحبكم وهمشي من هنا، مش هاخد معايا غير حبكم وشنطة كبيرة مليانة أجمل الذكريات. أنا بودعكم وبودع مصر، مصر اللي بموت في ترابها، مصر حبيبتي.
شاء الله ولا ايه؟ سيبيني في حالي يا جمالات، انا مش فايقاله. لا يا حلوه، انا ما بحبش حد ينام جنبي. يا سلام، نسيتي اما كنا بننام متلزقين على كنبه واحده؟ كان زمان يا اختي، لكن انا دلوقتي خلاص اتغيرت طبعا. الله، انا بقيت اخاف من الهرش واللمس. بقول لك ايه يا جمالات، سيبيني في حالي، انا عفاريت الدنيا كلها هتتنطط قدامي. اخذي الشيطان يا توحه وروحي لصالح جوزك. ما هو برضه ما يشكش فيا. يا بنتي، مش جوزك ومن حقه يغير عليكي؟ في فرق ما بين الشك وما بين الغيره. هو انت كنت دخلتي جوه قلبه وشفتي كان بيغير ولا بيشك؟ بان على وشه. استهدي بالله يا توحه وما تميليش بختك بايديكي. قومي يا حبيبتي صالح جوزك. مش طالعه. شكك فيا بيجرحني قوي يا فاطين. ده مش شك يا تحيه. طب عشان خاطري ممكن بلاش نتكلم في الموضوع ده دلوقتي. انا عايزك تراعي مشاعري شويه، ممكن؟ حاضر يا حبيبي. صدقني اوعدك اني مش هعمل اي حاجه تضايقك، وانت كمان لازم تراعي مشاعري. تحية، انا بحبك قوي. طب ولما انت بتحبني هنفضل قاعدين كده ايه؟ مش كابس عليك النوم خالص؟ مالك يا انور افندي؟ قلتلي انك عايزني ومن ساعتها وانت ساكت. والله يا ست مريم مش عارف اقول لك ايه. انا فكرت اكتر من مره، بس انا واكل معاك عيش وملح، ما ينفعش اغش. في ايه؟ قلقتني. الحين في حد بيستغفلك، مخبي في المخزن سلاح وقنابل. لا يا سيدي، انا ما حدش بيستغفلني، كل حاجه بتحصل هنا بتتم بعلمي. يعني انت عارفه ان المخزن فيه سلاح وقنابل؟ ايوه يا حضره الضابط، احنا برضك بنحب البلد دي بس على قدنا. والله كلامك يشرح القلب. احنا بنحاول نعمل للبلد دي حاجه. انتم مين؟ انا وسمعين ومحمود وعمك عامر. والله عفارم عليكم. يا وحشه. انا فعلا وحشه جنبك قوي يا كاميليا يا قمر. بتحشي عنك العين بنتي حتى زي القمر. انت فين يا بت؟ موجوده اهو. بتظهري وتختفي وما بتساليش عليا خالص. هو انت بقيتي فاضيه لنا؟ ده انت بقيتي نجمه كبيره خلاص. هو انا برضو مهما ابقى نجمه هبقى نجمه عليكي؟ ده انا بحبك يا بت. وانا بموت فيك يا توحه. انا صحيح، هو انت سكنتي في الزمالك؟ ومستنياكي بقى عشان تيجي تزوريني. حاضر هجيلك، ده انا حتى نفسي اتكلم معاكي في حاجات كتيره قوي وفضفض لك على اللي جوايا. يا حبيبتي، وانا كمان نفسي اسمعك بصراحه، وحشني رغي امك. يا روحي يا روحي يا حبيبتي. دول ولاد كلب، في وجودهم عمر بلدنا ما هيقوم لها قوم، ولا في وجود الملك ذات نفسه. قصدك ايه يا انور؟ قصدي ان لازم نحكم بلدنا بنفسنا. كفايه 7000 سنه بيحكمنا غريب. ده انت ولا الفدائيين يا استاذ انور؟ لازم ولاد مصر كلهم يكونوا فدائيين يا محمود. الله ينور عليك يا ابني. بس انا اول مره اسمعك تتكلم في السياسه يا انور. زهقت يا اسماعيل، قلت افضفض شويه. لوست انور فدائي زينا بس ما كناش نعرف. يبقى من النهارده ايده في ايدينا. من امبارح وحياتك، السلاح اللي انتم مخزنينه في الصندوق مخزنينه غلط. تخزين السلاح له اصول، والا يفرقع فينا احنا ما يفرقعش في الانجليز. طب وانت عرفت منين اصول تخزين السلاح؟ يا عم عمرو، كنت شغال في كامب انجليزي، تعلمت منهم حاجات كتير ولاد الجنيه. ادوني خبرة ولا أجدعها ظابط. سلم ظابط كده عدة واحدة. والظباط أحسن مننا في إيه؟ ما كلنا ولاد تسع ولا إيه رجال؟ خسارة كبيرة قوي خالص يا رحاني. الست دي إدت كتير للفن في مصر. فعلا
ست بديعه مصابني هتفضل علامه كبيره قوي في تاريخنا كفنانين. ربنا يوفقها في حياتها الجديده في لبنان. كنت عارفه انها هتسافر، هي قالت لي كده، قلبي كان حاسس. ياه الست دي انا بحبها قوي. مدام بديعه دي كانت تتحب قوي. عندك حق، بس كانت قالت هتوحشني، كانت خدتني في حضنها. انا فيا حاجه من الست دي، لا فيا حاجات كتير. انا ما انكرش انها اثرت فيا قوي. انا كمان كان فيا حاجه من الست بديعه. انا وهي كانت مأساة كل واحده فينا امها. امي ظلمتني كتير قوي يا طه، كفايه انها ولدتني من اب معرفوش، كان عشيق امي، فلس وهرب وسافر وساب مصر خالص. ولما ولدتني سميتني على اسم زبون كان عندها في البنسيون، انكتب عليا اتسمى باسم واحد غير ابويا. يا حبيبتي كملي. عارفه يا توحه، كان نفسي كل ام زي امك، او حتى زي اي ام بتخاف على اولادها وتحبهم. كان نفسي كل اب اتشرف بيه قدام كل الناس واقول للناس ده ابويا. بس الدنيا استكترت عليا حاجات كتيره قوي. معلش معلش يا حبيبتي ما تحزنيش، والدنيا زي ما خدت منك هتديكي برضو كتير. تفجير المعسكر الانجليزي محتاج لسلاح زياده غير السلاح اللي موجود. اطمن يا عم، السلاح الجديد جاي بكره. يبقى نستنى لما السلاح ياجي وساعتها اعرفكم هنعمل ايه وخطه تنفيذ تفجير المعسكر ازاي. وانت هتعرف تحط خطة التفجير دي يا انور؟ هعرف يا محمود، ما تخافش، مش هوديكوا في داهية. احنا بدأنا نسخ في دماغك يا انور. سقطنا في الله وحده، هو اللي قادر انه ينصرنا ويثبت خطانا، وساعة ما السلاح هيوصل ننفذ العملية على طول. ما تقلقوش، انا في التخطيط اسطى. قلتوا ايه؟ موافقين. يبقى على بركة الله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا بست توحه هانم. ايه ده؟ فاطمه ما جاش معاكي ليه؟ لقيت نفسي مخنوقه، قلت اجي افضفض معاك شويه. يا سلام تفضفضي قوي قوي قوي، بس قولي لي تشربي ايه الاول؟ مش عايزه. لا 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 ما يصحش. مش عايزه مش عايزه. الله 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 الله، في ايه يا تحيه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اهدي بس شويه، اهدي بال. قولي لي ايه اللي حطك في الحاله البطاله اللي انت فيها دي؟ كاميليا خدتك ورحتوا فين يا تحيه؟ فين ده ايه؟ بقول لك كاميليا خدتك ورحتوا فين؟ ابدا ما خدتنيش في اي حاجه، انا وصلتها وبس. كل ده بتوصليها؟ لا، لقيت نفسي مخنوقه شويه، عديت على سليمان بيه، فيها حاجه دي؟ عديت عليه فين؟ عنده فين؟ قاعدة مع راجل غريب في بيته في وقت متأخر زي ده يا هانم؟ ليه؟ متجوزة طرطور؟ ايه الأسلوب الرخيص اللي أنت بتتكلم بيه ده؟ أنت اللي تصرفاتك رخيصة! أوعي إيدك دي، أنا ما أسمحلكش! وكمان ليكي عين تتكلمي؟ أنا ما عملتش حاجة غلط! وجودك مع راجل غريب في بيته لحد دلوقتي يبقى صح! سليمان بيه مش غريب، ده راجل صاحب فضل عليا، وبعدين ده زي أبويا. بس مش أبوكي، اقفي وأنت بتكلميني. أنا ما أقدرش على رجولتي إن مراتي تبقى كده. أوعي إيدك دي، يكون في علمك بقى أنا أشرف ست هتشوفها في حياتك وفي عمرك كله. وطالما رجولتك بتنقح عليك قوي كده يا حبيبي، يبقى ما ننفعش لبعض، وطلعني. طب أنت طالب. إيمان، ما تعيطيلي أنت كمان. يا بنتي مش هقدر أنا باخدك شوية يا طه. ما هو الراجل اللي يشك في مراته وهي بتصونه ما يبقاش راجل. ساره تنزل عليه دمها واحده. انا ما بعيطش عليه يا اختي، انا بعيط عليك انت يا دكتور.